بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الطلاق وأحكامه عقد بعد ذلك بابا عن أحكام الرجعة. والمراد بالرجعة هو إعادة عقد النكاح على ما كان عليه قبله. إذن فالرجعة هو استحلال للبضع وإثبات لملك النكاح المتقدم، هو إثبات لملك النكاح المتقدم. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل للزوج حقا في أن يرجع إلى زوجه من غير عقد جديد، إذ الرجعة ليست عقدا وإنما هي رجوع في أثر العقد واستحلال لمقصوده. والرجعة لا تكون في كل طلاق، بل في بعض الطلاق دون بعض، فإنما يكون في الطلاق الرجعي، ويخرج من ذلك الطلاق إذا كان بائنا، سواء كان بينونة صغرى ومر معنا صورته، أو كان الطلاق بينونة كبرى، وذلك بأن يكون ثلاثا. والقيد الثاني: لكي تصح الرجعة لا بد أن يكون في مدة العدة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان العدد وأنواعها. والقيد الثالث أنه لا بد أن تكون المرأة غير مدخول بها، إذ المرأة والقيد الثالث لا بد أن تكون المرأة مدخولا بها، إذ المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، ومن لا عدة عليها فإنه لا يمكن رجعتها. أورد المصنف فيه حديثين: الحديث الأول حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى وقد اختصره، فإن لفظه عند أبي داود كما هو المرجع الذي أحال إليه المصنف أن عمران رضي الله عنه قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها ولا تعد. إذن هذه جملتان أسقطهما المصنف اختصارا في قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وقوله لا تعد. ولربما كان مراد المصنف رحمه الله تعالى من اختصار الحديث عدم ذكر المؤكد على وجوب الإشهاد، وسيأتي أن هذين اللفظين اللذين أتى بهما المصنف أو اللذين اختصرهما المصنف يدلان على وجوب الإشهاد في الرجعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هكذا رواه أبو داود موقوفا وسنده صحيح، لأنه جاء من طريق مطرف بن عبد الله وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم عن عمران بن حسين، وقد وثق رجاله ابن عبد الهادي في المحرر، وحسن إسناد هذا الحديث لوجود شبهة في بعض رجاله ابن الملقن في البدر المنير. ولهذا الحديث لفظ آخر أورده المصنف أو أورد في بعض نسخ البلوغ وليس موجودا في جميعها، وهو اللفظ الذي أورده البيهقي أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال عمران: في غير سنة فليشهد الآن. إذن الزيادة في حديث البيهقي وهو فيه إرسال أنه قال فليشهد الآن. قال: وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. كذا موجود في بعض نسخ البلوغ دون بعضها. وهذه اللفظة أوردها الحافظ إن كانت في أصله لفائدة مهمة، هي التي أورد البيهقي لأجلها هذه الرواية، وهي قوله فليشهد الآن. فإن قوله فليشهد الآن
استدل بها البيهقي كما سيأتي بعد قليل على أن الإشهاد في الرجعة ليس بواجب وإنما هو مستحب. هذان الحديث أو هذا الحديث حديث عمران بروايتيه فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية الرجعة ما دام الطلاق رجعيا ولم تنقضي عدة المرأة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة. والمسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الإشهاد على الرجعة، وهل الإشهاد على الرجعة واجب أم أنه مستحب؟ فإن مشهور المذهب أن الإشهاد في الرجعة مستحب وليس بواجب، ومن باب أولى لا يكون شرطا في صحته. ودليلهم على ذلك أمور: الأمر الأول ما جاء في حديث ابن عمر الذي أورده المصنف بعد ذلك أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر: مره فليراجعها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة من غير إشهاد. قالوا: ولأنه عقد ينفرد به الزوج ولا يفتقر إلى قبول من المرأة، فحينئذ لا يلزم الإشهاد عليه لعدم وجود الخصومة، فإن الإشهاد إنما يشرع أو يتأكد ويجب فيما فيه خصومة، وهذا ليس كذلك، فإن القول قول الزوج فيه مطلقا فلا يحتاج إلى إشهاد. والقول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجب الإشهاد على الرجعة في النكاح، وهذا بخلاف الطلاق، فإن الطلاق ينفرد به الزوج ولا يلزم إشهاده عليه. ودليله على ذلك أمران: الأمر الأول في كتاب الله جل وعلا، والثاني الأثر الذي سيأتي عن عمران بعد قليل. فأما في كتاب الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله جل وعلا الإشهاد عند الإمساك وهو بالمراجعة، فدل ذلك على وجوب الإشهاد عند المراجعة. ولذلك فإن أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل السنة يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد كان يقول: عجبت لأهل الفقه يقولون بوجوب الإشهاد على النكاح ولا يقولون بوجوبه في البيع، مع أن الله أمر به في البيع ولم يأمر به في كتابه على النكاح. فقال الشيخ تقي الدين: قال هذا ومن جنسه الرجعة، فإن الرجعة في كتاب الله أمر بالإشهاد عليها ولم يؤمر بالإشهاد على النكاح، فدلنا ذلك على تأكد الإشهاد على الرجعة. والأمر الثاني حديث عمران بن حسين الذي أورده المصنف وسنعود إليه بعد قليل ونعرف كيف استدل به أصحاب القول الأول وهو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وكيف وجهوا بعض ألفاظه. الأمر الثالث أن من المسائل المهمة في قضية الرجعة هو قضية عدم جعل المرأة معلقة وعدم عضلها، فإن بعض الناس قد يراجع امرأته من غير إشهاد ثم بعد ذلك تتزوج بعد انقضاء عدتها لعدم علمها بإشهاده أو لعدم علمها برجعتها، فيكون في ذلك ضرر. وقد ذكر الفقهاء في قول كثير منهم أن المرأة إذا راجعها زوجها وتزوجت ثم علمت بعد ذلك برجعة زوجها لها فإن نكاحها الثاني يكون باطلا لأنها في عصمة زوج. ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهو إذا تعمد عدم إخبارها، لأنه قد قضى علي رضي الله عنه في رجل راجع امرأته ولم يخبرها عمدا، فلما تزوجت الرجل الثاني أخبرها ليفسد نكاحها الثاني، فقضى علي رضي الله عنه بصحة نكاحها من الثاني. وهذا مما يذكره أهل العلم من باب السياسة والعقوبة في قضايا الأحوال الشخصية، كما مر معنا أن عمر أمضى النكاح الثلاثة واحدة، وهنا في الرجعة أمضى علي رضي الله عنه أو لم يمضي علي رضي الله عنه رجعة من لم يشهد وتعمد الإضرار بالزوجة. ولذلك فإن من مقاصد
الإشهاد هو رفع الخصومة، وهنا الخصومة واضحة، فلا نقول إن هذا مما ينفرد به الزوج فلا خصومة فيه، نقول لا، بل فيه خصومة تنبني أن المرأة إذا لم تعلم بالرجعة أو أنكرت الرجعة في وقتها أي في العدة، فإنه حينئذ قد تتزوج رجلا آخر فيكون زواجها به صحيحا أو باطلا. وأما حديث الباب وهو حديث عمران، فإنه فيه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها. الرواية الأولى وهو قول جماهير أهل العلم حملوا قول عمران رضي الله عنه أشهد على طلاقها وعلى رجعتها على الاستحباب لا على الوجوب، قالوا بدليل أنه قرن بين الرجعة وبين الطلاق في الإشهاد أو بالأمر بالإشهاد، ومعلوم أن الإشهاد على الطلاق ليس واجبا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في طلاقه لابنة الجون وغيرها من النساء اللاتي طلقهن عليه الصلاة والسلام، فدل على أن حكمهما واحد وهو الاستحباب. وأورد المصنف اللفظ الثاني حديث عمران لأن فيه زيادة، وهي قوله فليشهد الآن، فليشهد الآن. يقول البيهقي رحمه الله تعالى لما أورد الرواية الثانية وإن كان فيها إرسال، قال إن في قول عمران فليشهد الآن دلالة على أن العقد، أي على أن الرجعة إذا لم يشهد عليها فإنها تكون نافذة، وأنها تصح وإن خلت من الشهادة، لأنه قال ليشهد الآن، فدل على أنها صحيحة قبل وإن كانت خالية من الإشهاد. ولذلك فإن بعض الفقهاء ومنهم الرافعي وغيره أوردوا اللفظة الثانية التي ذكرها البيهقي ولم يوردوا اللفظة الأولى لظهورها في الدلالة على الندب دون الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم، بقي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هذا الحديث أورده المصنف واستدل به جماهير أهل العلم على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة، ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإشهاد، فدل ذلك على أن الإشهاد مندوب وليس بواجب. وأما الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فإنه أجاب عن هذا الحديث بأن الرجعة هنا ليست رجعة الطلاق، وإنما هي الرجعة للأمر الأول دون طلاق، لأنه لا يرى الطلاق في الحيض واقعا كما مر معنا في درس سابق. ولذلك يقول لما لم يكن رجعة طلاق فإنه لا يحتاج لذكر الإشهاد فيها. وبعد أن أورد المصنف الأحاديث في باب الرجعة أورد بعد ذلك بابا جمع فيه بابين، وهو باب الإيلاء والظهار. والمراد بالإيلاء في أصل اللغة هو الحلف، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي يحلفون. وقد ذكر فقهاؤنا أن المراد بباب الإلاء هنا أو الإلاء في بابه هو أن يحلف الزوج بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر، فلا بد أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب فإنه كل ما كان سبب الامتناع فيه غير اليمين فإنه لا يكون إيلاء، وستأتي المسألة في أول حديث. والأمر الثاني أنه لا بد أن تكون زوجة، فغير الزوجة لا يولى منها ولو كانت أمة. والأمر الثالث لا بد أن يكون الحلف على ترك الوطء، فلو كان الحلف على ترك النفقة وغيرها من الأمور فإنه لا يسمى إيلاء وإنما هي يمين. والأمر الرابع أنه لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر، وسيأتي الاستدلال لها بعد قليل إن شاء الله. لكن يهمنا هنا أن الفقهاء يذكرون أن صفة الحلف للإيلاء بترك وطء الزوجة في قبولها أكثر من أربعة أشهر له خمس صيغ. أول هذه الصيغ الصيغة الصريحة بأن يقول هو
حالفا بالله جل وعلا على ترك وطئها أكثر من 4 أشهر كأن يقول 5 أشهر أو سنة، فهذه صريحة في ذكر المدة. والنوع الثاني أو الصفة الثانية والصيغة الثانية أن يحلف على ترك وطئها أبدا، فيقول لا وطئتك أبدا بعد يمين الله اليمين بالله جل وعلا. والصفة الثالثة أن يعلق بعد الحالف وطئها على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد أكثر من 4 أشهر، وهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يعلق وطئها على أمر محرم، كأن يقول والله لا وطئتك إلا إذا شربت الخمر أو شربت الخمر وهكذا، فإنه يسمى إلاء كذلك. والصفة الخامسة هي الإطلاق بأن يقول هو والله لا وطئ زوجته ويسكت. فهذه 5 صيغ كلها تسمى إلاء، ومفهوم ذلك أنه إن آل أقل من ذلك فإنه لا يأخذ حكم الإلاء الذي يطلق فيه القاضي والحاكم، مثل إلاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما آل من نسائه شهرا، أي حلف على ترك وطئهن شهرا، فهذا إلاء لغوي لكنه ليس المراد باصطلاح الفقهاء في هذا الباب. طبعا المصنف أورد الإلاء والظهار معا، لما؟ لأن الإلاء والظهار هما من الأيمان، وقد نص أحمد على أن الإلاء والظهار كلاهما يدخلان في الأيمان، ولذا فإن بعض الفقهاء يذكر بابا يسميه باب الأيمان يورد فيه أحكام الإلاء ويورد فيه أحكام الظهار ويورد فيه أحكام اليمين المعروفة لنا، وبعضهم يجعل الأيمان من حيث الترتيب بعد الإلاء والظهار لاشتراكهما في معنى اليمين. أول حديث أورده المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. قولها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أي حلف عليه الصلاة والسلام على ترك وطئ نسائه، وهذا أصله ثابت في الصحيح في قصة عمر رضي الله عنها الطويلة في قصة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتزاله في مشربة في المسجد عليه الصلاة والسلام ودخوله عليه في قصة عجيبة لطيفة. قالت من نسائه وحرم، قولها وحرم إما أن يكون قولها وحرم أي وحرم العسل، لما حرم هي قصتها أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما إنا لنجد منك ريحا، لبعض الأطعمة التي كانت في ذلك الزمان أو بعض النباتات البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهن جميعا على سبيل التفرق وكان باتفاق منهما آلى بعد ذلك على أن يحرم العسل على نفسه وأن لا يأكله، وهذا هو أصح الروايتين إسنادا فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود تحريم الجارية. إذن فقولها وحرم أي وحرم العسل على نفسه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرين، حرم العسل على نفسه وهو تحريم الأعيان، وآلى من نسائه أي حلف بالله جل وعلا أن لا يطأ نساءه شهرا. قالت فجعل الحرام حلالا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المحرم عليه حلالا وهو العسل، فإنه لا يكون حراما باليمين ولا يجوز لمسلم أن يحرم على نفسه شيئا بيمين، وإنما يبقى حلالا في حقه. قالت وجعل لليمين كفارة أي لهذه اليمين التي حرم بها العسل فجعل لها كفارة. وأما يمين الإيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث فيها، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه معتزلا عن نسائه 29 يوما، ثم بعد ذلك خرج إليهن صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. وفي هذه مسألة وإن كانت يعني ليست في نص الحديث لكنها تهمنا جدا، وهو قضية إذا آل الرجل شهرا فقال لا آتي أهلي شهرا أو أي نذر نذره أن يكون شهرا، فكيف يحسب تقدير هذا الشهر؟ نقول له صورتان: إذا ابتدأ حسابه من أول شهر قمري فإنه يكون باتفاق بين الروايتين
بانتهاء ذلك الشهر يكون تمام هذا الشهر. وأما إذا ابتدأ حسابه في أثناء الشهر ولو من ثاني يوم فيه، فإنه على مشهور المذهب لا بد أن يكون الشهر 30 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنز بإصبعه الكريم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الشهر إما أن يكون 30 أو 29. وقاعدة المذهب دائما في باب الأيمان وفي باب العبادات الاحتياط، فيغلبون الأكثر. وأما على الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، أن العبرة بالشهر سواء كان ناقصا أو تاما، فمن آل من أهله شهرا فإذا كان إيلاؤه في اليوم الثاني من شهر محرم، ففي اليوم الثاني من شهر صفر ينتهي إيلاؤه عند الساعة التي آل فيها، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، وسواء كان بينهما 30 يوما أو 29 يوما. وهذا مبنية على هذا الحديث، ناسب ذكرها لذكر الجزئية التي يعني لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم، هذا الحديث قبل أن ننتقل لفقهه، ذكر المصنف أنه قال رواه الترمذي ورواته ثقات. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أو نظر لثقة رواته ولم ينظر للعلل التي فيه، وذلك أن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند، وداود من أئمة الكبار الثقات الموثوقين في الحديث، وداود رواه رحمه الله تعالى عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من داود فمن بعده من الأئمة الثقات ولا شك في ذلك. وإنما الكلام كله في من روى عن داود، وهو مسلمة بن علقمة وهو المازني، هذا وثقه بعض أهل العلم كيحيى وغيره، بل إن بعض أهل العلم كأبي زرعة قال إن أحاديثه عن داود أحاديث حسان، وهذا الذي جعل المصنف يقول ورواته ثقات. ولكن الحقيقة أن كبار أهل العلم ضعفوا هذا الحديث متصلا، فممن ضعف الاتصال لهذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن هذا الحديث روي مرسلا، والمرسل أصح، أي روي عن الشعبي مرسلا، والذي رواه عن الشعبي مرسلا هو سفيان الثوري وهو من أئمة الحديث، فروايته أقوى من رواية مسلمة بن علقمة، وسأذكر كلام أحمد في مسلمة بعد قليل. ولذلك فإن الترمذي والبيهقي كلاهما رجح الإرسال، ويؤيد الإرسال أن مسلمة هذا قد ضعفه أناس من كبار العلماء في العلل، فقد قال الإمام أحمد إن مسلمة المازني هذا ضعيف، وأنه يروي عن داود ابن أبي هند أحاديث منكرة يسندها عنه، يعني أنه يسند أحاديث عن داود يرسلها غيره فتكون منكرة، وهذا يدلنا على أن أحمد أومأ إلى إنكاره رفع هذا الحديث بهذا اللفظ. ولذلك يقول الذهبي ومن أنكر أو قال ومن مناكير مسلمة أنه رفع هذا الحديث، هذا فهمه الترمذي فهمه الذهبي من كلام الإمام أحمد أن هذا الحديث يعد من مناكير مسلمة بن علقمة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول عائشة رضي الله عنها آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فقولها آل، الإيلاء في أصل اللغة العربي أنه هو اليمين، وبناء على ذلك فإنه لا يكون إيلاء إلا بيمين، واليمين تكون بالله باسمه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لا بد أن تكون بالله أو بصفة من صفاته. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب أن من امتنع من زوجه، أي من وطء زوجه في قبل أكثر من 4 أشهر لأجل نذر أو تحريم على نفسه باللفظ أو غير ذلك، أو تعليق كأن يعلق على نفسه أمرا شاقا فيقول علي الطلاق
إن وطئتك أكثر من 4 أشهر أو علي أن أتصدق بكذا أو عتق ونحو ذلك، أن هذه لا تسمى إيلاء. وبناء على أنها لا تسمى إيلاء، ما الذي يترتب عليه؟ أنه إذا لم يفئ بعد 4 أشهر فإن الحاكم لا يطلق، لا يرون أنه إيلاء، فلا يلزم فيه التطليق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم لا يلزمون في أكثر صوره بالكفارة. وأما الرواية الثانية وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين كثيرا وألف فيها كثيرا من المؤلفات، حتى إن له كتابا طبع مؤخرا إن صحت نسبته في 2 مجلد في الرد على السبكي في تعليق الطلاق وما في حكمه ومنه الإيلاء، فإنه يرى أن تعليق التعليق والنذر ونحوه كله يكون في حكم الإيلاء، فيكون عنده الإيلاء هو الامتناع عن ترك وطء الزوجة ولو حتى من غير تلفظ بكلام، قد يكون من باب المضارة، رجل ترك وطء زوجته من باب الامتناع والمضارة ليس من باب العجز وليس من باب المرض وليس من باب الشغل أو السفر، وإنما من باب المضارة بها، فهو يتوسع حتى وإن لم يكن هناك تلفظ، فيرى أن الجميع في حكم الإيلاء، فيضرب الحاكم 4 أشهر من حين ثبوت الامتناع قصدا أو لفظا، ثم بعد ذلك يطلق عليه إن امتنع من التطليق. المسألة الثانية في هذا الحديث أن الرجل إذا آل من امرأته وكان إيلاؤه أكثر من 4 أشهر فإنه يشرع له أن يكفر عن اليمين، بل يجب عليه ذلك إلا أن يرغب التطليق. وأما إن آل أقل من ذلك بأن آل شهرا أو أكثر فإنه مخير، لما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فدل ذلك على أن الإيلاء مطلقا يستحب ويشرع له الحنث فيه والتكفير إلا إذا كان هناك مصلحة من باب أو لآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. راه الشافعين. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، يعني ينظر القاضي، ينظر المولي 4 أشهر ويوقف، يوقفه القاضي حتى يطلق فيأمره بالطلاق. قال: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني أنه لا بد أن يطلق بنفسه، سيأتي فقهها بعد قليل. قال: وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يعني أنهم يأمرونه بأن يطلق بنفسه. هذا الأثر الأول لما أورده البخاري رحمه الله تعالى أشار لأثر سليمان بن يسار، فقال: ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك، فكأن البخاري قد علق أثر سليمان بن يسار من غير إسناد له. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن المولي إذا آل أكثر من 4 أشهر فإنه يؤمر بالفيئة، فإنه يؤمر بالفيئة، والمراد بالفيئة أن يفيئ بالفعل وهو الوطء، فإن كان قد وجد مانع من قبل الزوج بأن كان الزوج وقتها مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفيئ بلسانه. إذن الأصل في الفيئة أن تكون بالفعل إلا إذا وجد مانع من قبل الزوج. وأما إذا كان المانع من قبل الزوجة بأنه كأن يكون إذا أراد الفيئة بالفعل كانت حائضا أو مريضة فإنه لا يسقط عنه وجوب فيئة القول
وجوب فيئة الفعل، ولكنه ينظر إلى حين زوال المانع منها، وهذا معنى قول الله عز وجل فإن فاءوا. فإن لم يفئ بعد مضي المدة يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ بعد ذلك فإنه يؤمر بالطلاق. فإن امتنع من الطلاق فإن مشهور المذهب، وهو الذي اختاره أيضا الشيخ تقي الدين وأيده، أن للقاضي أن يطلق عليه. وحملوا هذا الأثر الذي أورده المصنف عن ابن عمر، وهو قوله ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أي حتى يطلق الزوج بنفسه إذا أمر، أو حتى يطلق الحاكم عليه، لأن الحاكم له أن يطلق من باب النيابة، مثل المحجور عليه في ماله يبيع عنه ماله فيكون هو نائب عن صاحب المال، فكذلك الحاكم يطلق عن الزوج من باب النيابة، لأنه امتنع عن التطليق وامتنع عن الفيئة. لأن بعضا من أهل العلم يرى أنه لا يطلق الحاكم، وإنما يوقف الرجل ويحبس، فيحبس ولو مدة طويلة حتى يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق، وهذا فيه إضرار بالزوج والزوجة معا، وليس هذا من المعاني المناسبة للشرع، بل يقوم القاضي مقامه في التطليق. إذن فقول ابن عمر رضي الله عنه ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أي أن الطلاق لا يقع بمضي المدة، وليس في قوله ذلك نفي لكون الحاكم أو نائبه وهو القاضي يطلق عن الزوج، بل إن ذلك يعني يدل عليه، لأن القاضي والحاكم نائب عن الزوج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. ذكر المصنف هنا أن البيهقي قد أخرجه، وصححه المؤلف وهو الحافظ بن حجر في الدراية في اختصاره لأحاديث الهداية. وهذا الحديث قد يعارض الأحاديث التي قبله، هو حديث ابن عمر وما نقله أو أثر ابن عمر وحديث سليمان بن يسار، فإن في حديث ابن عباس أنه قال إن كان الإيلاء أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، بينما أثر ابن عمر رضي الله عنه والآثار التي بعده تدل على أن الإيلاء لابد أن يكون أكثر من 4 أشهر. إذن الفرق بين ما دل عليه حديث ابن عباس والأحاديث التي قبله هي فيما لو أن رجلا قال لزوجته والله لا أطأك 4 أشهر، لم يقل أكثر وإنما قال 4 أشهر، فهل يكون هذه الصيغة إيلاء أم ليست بإيلاء بالمعنى الاصطلاحي؟ فهنا ابن عمر قال إذا كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، مفهومه أن 4 الأشهر إيلاء، بينما ظاهر الآية للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فعد 4 الأشهر خارج عن الحكم. وحديث ابن عمر قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، يوقف ويؤمر، فدل ذلك على أنه العبرة بما زاد عن 4 أشهر، وهذا هو الذي أخذ به مشهور مذهب والرواية الثانية أيضا اختيار الشيخ عليه، أنه لا يسمى الإيلاء إلاء إلا أن يكون قد جاوز 4 أشهر، إما نصا أو معنى كما مر معنا في الصيغ 5 التي مضت. طبعا هذا الأثر أجاب عنه الفقهاء من وجهين، الوجه الأول أن هذا الحديث وإن صححه الحافظ إلا أنه قد تكلم في بعض رواته، فإنه قد تفرد به الحارث بن عبيد وهو متكلم فيه. والأمر الثاني أن قول ابن عباس إن صح عنه قوله إن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أن مفهومه ليس له عموم، لأن عندنا عموم المفهوم ليس دائما، يعني ليس حجة دائما، بل إن وجود المفهوم في بعض جزئياته يصدق عليه تحقق المفهوم. فقوله أقل من 4 أشهر له مفهومان، المفهوم الأول أن يكون 4 أشهر يكون إيلاء، والمفهوم الثاني أن ما زاد عن 4 أشهر
يكون إلى أن، ونحن نسلم بالأولى والثانية لا نسلم بها. لذلك عندنا قاعدة أصولية مشهورة دائما نكررها، دائما تأتي معنا في الأحاديث، وهي أن المفهوم ليس له عموم، وهذا هو المعتمد في مذهب كما نص على ذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وغيره. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته، معنى قوله ظاهر من امرأته أي أنه شبه امرأته بظهر من تحرم عليه، وفقهاؤنا يقولون إن من شبه امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد، سواء كان التحريم بسبب رضاع أو بسبب مصاهرة أو بسبب نسب، فإنه حينئذ تحرم عليه المرأة، فإنه يكون ظهارا، لا إن شبهها برجل أو شبهها بحيوان فلا يكون ظهارا. إذن الظهار من شرطه أن تشبه بامرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد، وأما إن شبهها بامرأة تحرم عليه على سبيل التأقيت فقال أنت كأختك، فإنه لا يكون ظهارا عندهم. والظهار سماه الله عز وجل في كتابه منكرا من القول وزورا، لأن فيه كذبا وفيه تحريما، فيه جمع لأمرين، فيه الكذب وفيه التحريم، فكونه كذب أنه شبه المرأة بمن ليست كذلك، والأمر الثاني أن فيه تحريم على النفس، ولذا كانت كفارته كفارة مغلظة. قال: أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، يعني جامعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. الظهار كان في الجاهلية حكمه حكم الطلاق، فمن ظاهر من امرأته فإنها تكون مطلقة منه، حتى ظاهر أوس رضي الله عنه من خولة، وكان أول ظهار في الإسلام، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأنزل الله عز وجل الآيات المعروفة في أول سورة المجادلة أو المجادلة. ومما أنزل الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ألزم بالكفارة قبل المسيس، من قبل أن يتماسى، فوجبت الكفارة قبل المسيس. وهذا الرجل الذي ظاهر من امرأته، وظاهر الحديث أنه غير أوس مع خولة، أنه وقع عليها قبل قضاء كفارته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قبل أن أكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أي من وجوب الكفارة. قال وفي رواية: كفر ولا تعد، أي ولا تعد لهذا الفعل. وسنتكلم عن هذه الجملة وما فيها من فقه. أولا، هذا الحديث ذكر المصنف أن أهل السنن الأربعة رووه، وقد صححه الترمذي، والحافظ في كتاب الفتح حسن إسناده، ثم بعد ذكره لتصحيح الترمذي وهو قد حسن إسناده المصنف في الفتح، نقل بعد ذلك أن النسائي رجح إرساله، أي قال إن الصواب أن هذا الحديث مرسل وليس بمتصل. ووجه إرسال هذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف عن الحكم في هذا الحديث، فرواه معمر وإسماعيل بن علية متصلا، أي عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خالف معمرا وإسماعيل بن علية إمامان عظيمان مقدمان، وهما سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، فرووه عن الحكم عن عكرمة مرسلا، ولم يذكروا فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو السبب في أن النسائي رحمه الله تعالى قد رجح إرساله، وقد وافق النسائي في ترجيح إرساله أبو حاتم كما نقل ذلك عنه ابنه في العلل، فإن هذان الإمامان المقدمان رجح إرسال هذا الحديث. وأؤكد مرة أخرى على أنه عندما يحكم على حديث بأن الصواب فيه إرساله فليس معنى ذلك أن هذا الحديث لا يعمل به، فقد حكى جمع من أهل العلم و
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الإجماع على العمل بالحديث المرسل خاصة، لأن من أقوى ما يضعف به الحديث، أو يعني من أقوى يعني درجات الحديث الضعيف أقرب بالصحة هو الحديث المرسل. قال: وأقد أجمع أهل العلم على العمل بالحديث المرسل إذا وافقه ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، أو وافقه شيء من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، أو قرائن أخرى تدل على ذلك. حكى الشيخ تقي الدين الاتفاق على ذلك في أكثر من 7 مواضع من شدة تيقنه بذلك. وممن حكى الاتفاق عليه العلائي، فإنه قد ذكر في جامع التحصيل في أحكام المراسيل أن جميع فقهاء الحديث على العمل بالحديث المرسل بشرطه، ولكن شرطه يختلف من عالم لآخر. فعلى سبيل المثال الشافعي في الرسالة ذكر 4 شروط، وغيره يقلل وبعضهم يزيد، ولم يحكي رد الحديث المرسل مطلقا وعدم العمل به إلا عن أقوام يعني شذوا بهذا القول. أنا أؤكد هنا أنه عندما يرجح بعض أهل العلم إرسال حديث ليس معنى ذلك عدم العمل به، فإن هذا غير صحيح وليس هذا طريقة أهل العلم. وأبو داود رحمه الله تعالى ألف كتابين عظيمين، السنن، وهذا السنن هو في الاستدلال للأحكام الفقهية، وهو في الاستدلال في الحقيقة لمذهب الإمام أحمد، حتى إن بعض المعاصرين ممن عني بهذا الكتاب وجلس يعمل عليه له الآن أكثر من 20 سنة وهو يعني معتن بهذا الكتاب خاصة، يقول: كلما أدمت النظر في هذا الكتاب تقرر عندي أن سنن أبي داود إنما هو في الاستدلال لمذهب أحمد وأقواله. الكتاب الثاني لأبي داود وهو كتاب المراسيل، وقد قيل إن المراسيل هو تابع للسنن، وذلك فإنه مروي من نفس الطريق، من طريق مثلا ابن الأعرابي مثلا أو ابن داسة أو غيره من بعض الطرق، ولذلك الحافظ في نسخته التي خطها بيده أورد السنن وبعدها المراسيل متصلة. فأنا قصدي يعني يجب أن ننبه أنه عندما يقال إن هذا الحديث مرسل ليس معناه أنه ليس عليه العمل، فقد جمع أبو داود كتابا في المراسيل التي عليها العمل عند أهل العلم، وهو كتاب المراسيل، وهو كتاب عظيم وجليل وفيه من الأحاديث يعني ربما لا توجد في غيره. طيب، إذن عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث وأن الصواب إرساله كما قال النسائي وأبو حاتم. قال: وقد ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وهذا الوجه الآخر طبع في أو أورد في إسناد مسند البزار الذي طبع منذ 4 سنوات وهو البحر الزخار، وقد جاء من طريق حذيفة بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا معروف أن حذيفة هذا فيه كلام وضعفه أهل العلم كثيرا، ولذلك إن هذه الجملة الثانية ضعفها بين وسيتكلم عن فقهها بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. أول مسألة فيه دليل على أن الظهار حرام، وهذا في كتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا. وأما هذا الحديث فدل على حرمته لأنه أوجب كفارة، ولا تجب الكفارة إلا على محرم، بل إن بعضا من أهل العلم يقول، وهذه لا تسلم القاعدة على الطراد، إن علامة عظم الذنب أن تكون فيه كفارة، وهذا ليس بصحيح، بل إن بعض الذنوب كلما زاد جرمها كلما نفيت الكفارة عنها، كاليمين الغموس وقتل العمد. الأمر الثاني في هذا الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية كما ذكرت قبل قليل من أن الظهار طلاق، ولكن نقول إن الظهار ليس بطلاق، وإنما هو له حكم اليمين لكنه فيه كفارة مغلظة، وهو صيام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي في الحديث الثاني، حديث سلامة بن صخر. المسألة الثالثة فيه أن من تلفظ بلفظ الظهار فإنه يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق، بل ولو ذكر نيته في اللفظ، كما لو قال: إذا ظهر من امرأته هي عليه كظهر أمه، قال: وأعني به الطلاق، قالوا: ويقع كذلك ظهارا، بخلاف بعض الألفاظ الأخرى التي إذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا، مرت معنا وهي مثل لفظ التحريم، فإن لفظ التحريم إذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا، وإلا على مشهور المذهب فإنها تقع ظهارا، لكن لفظ الظهار لأنها صريحة فيه ولو نوى الطلاق به لا يقع الطلاق، ولو صرح باللفظ فلا يقع كذلك،
لأنه لفظ صريح فيه وقد جاء في كتاب الله أن الظهار لا يكون طلاقا، وهذه من أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الثالثة معنا فيه أنه يجب أن المرء يكفر قبل أن يمس زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أي حتى ما أمرك الله جل وعلا من الكفارة. وفيه من الفقه أيضا أنه كما لا يجوز الجماع فإنه لا تجوز المباشرة كذلك، فمن ظاهر من امرأته فلا يجوز له دواعي الجماع كالتقبيل وغيره، ولا تجوز له المباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها، وهذا يشمل الجماع وما دونه، وهو الذي نص عليه الفقهاء ونص عليه أيضا الشيخ تقي الدين وغيرهم. ومما يؤخذ من هذا الحديث أيضا فيه أن من كفر وقبل أن يقضي كفارته ثم جامع امرأته المظاهر منها فإن هذا المساس لزوجته يبطل صيامه ويبطل كفارته. فأما في الصيام فواضح ولا يختلف المذهب فيه أن من واقع على امرأته في أثناء الصيام الشهرين المتتابعين ولو ليلا فإنه ينقطع ويجب عليه أن يستأنف. وأما الإطعام فإن المشهور من المذهب أن من كفر بالإطعام ثم مس امرأته قبل انتهاء الإطعام بالكلية، يعني قبل إطعام الستين كاملا، فإنه يجب عليه أن يعيده كذلك، قالوا لأنه في معنى. وإن كان ابن القيم في زاد المعاد ذكر قال إن ظاهر الآية، يعني لم يجزم بالقول الثاني، ولكن قال إن ظاهر الآية يدل على أنها خاص بالعتق والصيام فقط دون الإطعام، وأما الإطعام فإنه لو شرع فيه ثم وطئ زوجته فإنه يتم هذا الإطعام لأنه تمليك ولا يلزمه أن يبدأ. وأما مشهور المذهب فإنه لا بد أن، يعني أن الإطعام يكون مثل الصيام ومثل التكفير. قد يستدل للمفهوم أو في الرواية الثانية التي قد يميل لها ابن القيم رحمه الله تعالى بالرواية الثانية التي أوردها عن البزار في قوله: كفر ولا تعد، فإنه يحتمل أن يكون ضبطها ولا تعد، أي ولا تعد الإطعام، ولكن هذه اللفظة ضعيفة من جهة. والأمر الثاني فيها أنها تضبط بقوله لا تعد، أي لا تعد لوطئك مرة أخرى. بقيت عندنا مسألة أخيرة نأخذها من هذا الحديث لكي لا أنساها، وهي مسألة أن الرجل إذا وطئ زوجته بعد ظهارها فلا تجب عليه كفارة أخرى، وإنما هي الكفارة الأولى فقط ولا يجب عليه تكفير آخر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا حديث سلمة بن صخر وهو أصل في هذا الباب. قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي. جاء أن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه كان يعني له شبق بالنساء، فخشي أن يصيب امرأته في رمضان فأراد أن يمنع نفسه بالظهار فظاهر من امرأته الشهر كله. قال: فظاهرت منها، لفظ الذي عند أهل السنن قال: حتى ينسلخ شهر رمضان. وهذه اللفظة لم يردها الحافظ مع أن فيها فقها كبيرا جدا، فإن قوله حتى ينسلخ شهر رمضان يفيدنا مسألة، وهو أنه يجوز تأقيت الظهار، فيجوز أن يقول الرجل لامرأته أو يصح تأقيت الظهار، يقول: أنت كظهر أمه يوما أو يومين أو شهرا. فإن مضت المدة ولم يقرب زوجته فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة، وإن قرب زوجته في أثناء المدة فإنه تجب عليه كفارة الظهار. وعندنا قاعدة
أن الأصل أن ما جاز تأقيته فإنه يجوز تعليقه، ولذلك يقول الفقهاء يجوز أيضا، أو في الجملة يعني ليس دائما، يجوز أيضا تعليق الظهار. وقد استدل ذلك بحديث سلمة، وإن كان ظاهر الحديث أنه لم يظاهر منها إلا بعد الدخول، لكن في بعض الألفاظ ما يفيد أنه قال إذا دخل الشهر فأنت كظهر أمه، فدل ذلك على أنه يجوز تعليق الظهار. إذن هذه الجملة الأولى نأخذ منها أنه يجوز تأقيت الظهار ويبقى التأقيت باقيا، فإذا انقضى التأقيت فقد انحل الظهار، وإن وطئ زوجته في أثناء مدة التأقيت فقد وجب. وأما التعليق فإنه يجوز كذلك لما جاء في بعض الألفاظ. قال فانكشف لي منها شيء ليلة، يعني كانت الليلة بدرا فرأى جزءا من جسمها، قال فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، أي أعتق رقبة، ولا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. قال فقلت ما أملك إلا رقبتي، وهذا دليل على فقره، فإنه لا يستطيع أن يشتري رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قوله فصم شهرين يدل على أن هذه الكفارة على سبيل الترتيب، لأن الفاء تفيد التعقيب. وقوله صم شهرين متتابعين مر معنا قبل قليل كيف يمكن معرفة صيام الشهرين المتتابعين، وأن حسابها له حالتان: إن كان ابتداء صيام الشهرين المتتابعين من أول الرأس القمري أي الهجري، فإنه بإتمام الشهر الثاني يتم الشهران سواء كان كاملين أو ناقصين. وإن كان ابتداء الصيام من منتصفه فله حالتان، الحالة الأولى أو فله فيها قولان: مشهور المذهب أنه لا بد أن يتم 60 أي 60 يوما، والرواية الثانية أن العبرة بتمام الشهر، فإذا ابتدأ في اليوم الثالث فعند تمام الساعة نفسها من اليوم الثالث من الشهر الثاني يكون قد، يعني بعد شهرين، فإنه يكون قد أتم صيام شهرين متتابعين. وصيام الشهرين المتتابعين قالوا لا بد فيها من المواصلة، فإن قطعها من غير عذر فإنه يستأنفها بعد ذلك، لأن التتابع يبطل قطعه من غير عذر يبطل أوله، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا قطعها لعذر كأن يكون مما يجب إفطاره كالعيدين وأيام التشريق، أو كانت المرأة حائضا، لأن المذهب يقولون إن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فإنه ليس ظهارا ولكن تجب عليها كفارة الظهار. وأما الرواية الثانية في المذهب فيرون أن المرأة لا تظاهر مطلقا فلا تجب عليها كفارة الظهار. ناسب ذلك أن نقول هل المرأة عليها كفارة ظهار أم لا عندما قلنا الصوم أو الفطر الواجب الذي يقطع الصيام. نعم، أو كان لسفر، يعني سافر لم يسافر لأجل الفطر وإنما سافر لحاجة، فإنه حينئذ يجوز له الفطر ولا يقطع ذلك التتابع. فقال سلمة رضي الله عنه وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام لعدم قدرته على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم، كذا ذكر المصنف، فرقا من تمر بين 60 مسكينا. قول المصنف رحمه الله تعالى فرقا، الحقيقة يعني لا أدري من أين أتى بها المصنف، فقد رجعت لمسند أحمد والسنن الأربع إلا النسائي كما ذكر المصنف، ورجعت كذلك أيضا لابن الجارود، فإني لم أقف على هذا الأثر أو هذا الحديث عند خزيمة في المطبوع، ولم أجد لفظ فرق، وإنما جاءت عند أبي داود بلفظ أطعم وسقى، وجاءت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا يأخذ 15 صاعا. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن الفرق، هناك معروف هذه المسألة وتكلمنا عنها دائما، هناك فرق بين الفرق وبين الفرق، وهما مكيالان مختلفان. فأما الفرق بالتحريك فهو مكيال صغير يسع 3 آصع، وإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرون في حديث كعب بن عجرة 3 آصع كفر بها كعب حينما حلق رأسه، فتكفي 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. وهذا طبعا كيف يكون لو إذا قلنا إنه بالتحريك فرق كما ضبطه أيضا المحقق، فكيف يكون 3 آصع تكفي 60 مسكين؟ ما يمكن ذلك. وإن قلنا إنه الفرق فإن الفرق أكبر قليلا، وقد ذكر ذلك القاضي عياض وغيره في المشارق أنه يعادل 120 رطلا، يعني لو حسبناها بالآصع فإنها ستكون نحوا من
يعني 23 24 صاع فقط، وهذه كذلك لا تكون مناسبة، وذلك الصواب أنها وسق كما جاء عند أبي داود، فأطعم وسقا من تمر، وهو يأخذ أو بقدر 60 صاع، بقدر 60 صاع. قال أطعم وسقا، وهذا هو الصواب، من تمر بين 60 مسكينا. هذه الجملة فيها من الفقه، أي الجملة الأخيرة، يعني مسائل كثيرة جدا، أو نأخذ الفقه كاملا. طيب، في هذه الجملة الأخيرة وهي قوله أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، أنه يجب التوالي في الكفارة، والدرجة الثالثة أن يكون إطعاما. الأمر الثاني أنه يجب أن يطعم 60 مسكينا، ولا بد أن يكون 60، ولا يجزئ أن يطعم واحدا 60 طعمة خلافا لأبي حنيفة، بل يجب أن يكون 60، لكي يكون هناك معنى للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نص على 60. فلو كان المقصود مقدار الطعام لقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم وسقا وسكت، ولم يقل أو لم ينص على 60. فالواجب إعمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تأسيسا أولى من جعله تأكيدا أو حشوة. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن قدر ما يطعم به المسكين على مشهور المذهب هو مدان، أي نصف صاع من غير البر، وأما البر فإنه يكون مدا واحدا لقضاء معاوية رضي الله عنه به، فيعطى من البر مد ومن غيره مدا. وعندهم أنه لا يجوز إخراج الطعام إلا من الأصناف الخمسة التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر دون ما عداه، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية عندهم توسع في قضية الإطعام. المسألة الثالثة معنا أن هذا الحديث دليل على أن كفارة الظهار لا تسقط بالعجز عنها، ودليل ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث سلمة رضي الله عنه أنه قال إني عاجز عن ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر، وفي بعض الألفاظ أنه أمره أن يأخذ صدقة أو يأخذ من صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، بخلاف كفارة الوقاع في نهاية رمضان، فإن كفارة الوقاع في نهاية رمضان أسقطها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطعام له، فدل ذلك على أنه تسقط. ولذلك فإن مشهور المذهب جميع الكفارات تبقى في الذمة ولا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة واحدة، وهي كفارة الوقاع في نهار رمضان لورود النص بها، ولو لم يرد النص بها لقلنا إنها تبقى في الذمة إلى حين الوفاة فتخرج من التركة. طيب، عندنا هنا مسألة أخرى وهي مسألة هل الفقير يجوز له أن يجعل كفارته في نفسه؟ نقول ما يجوز ذلك، فما يجوز للشخص أن يجعل كفارته في نفسه، هذا الأصل إذا بذلها هذا بلا إشكال. فإن بذلت له، طبعا كفارة الظهار بالأساس أو غيرها من الكفارات، فإن بذلت له فمشهور المذهب أنه إن تبرع شخص عن آخر وكان معسرا آخر فبذل عنه كفارة سواء كانت ظهارا أو غيره، فلا يجوز له أن يبذلها لمن كفر عنه. وضحت الصورة؟ ما يجوز له ذلك. يعني شخص عليه كفارة ظهار إطعام 60 مسكين ما عنده، فجاء شخص تبقى في ذمته، فجاء شخص يعني ليس عنده مال فتبقى حينئذ في ذمته، فجاء شخص آخر متبرع قال أنا سأكفر عنك. طبعا لابد الكفارات ما تصح إلا بنية وبإذن من المكفر عنه، فقال رضيت، فإن أعطاها لأجنبي محتاج صحت. طيب، فإن أعطاها لهذا الرجل هو وأبناؤه، كان الرجل هو وأبناؤه ثلاثة فقال أنتم من 60، هل يجوز له ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز، لأن النائب كالأصيل. فالحقيقة أن ذاك حينما كفر عن هذا المعسر كأن المعسر هو الذي أخرجها، ولا يجوز للشخص أن يأكل صدقة نفسه ولا كفارة نفسه. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية في المذهب، أنه يجوز للشخص أن يأخذ كفارة نفسه
بشرطين: أن يكون معسرا، والشرط الثاني أن يتبرع بها أجنبي عنه. وهذه المسألة طبعا يعني المذهب قد يكون أحظ بالدليل من ذلك. يعني هذه أهم المسائل ربما المتعلقة بهذه. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق، ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب بباب اللعان، واللعان أحد أسباب الفرقة، وهو شهادات مؤكدات بأيمان يكون أثرها فرقة الرجل من زوجته على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه، كما سيأتي بعد قليل. أول حديث أورده المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان، لم يسمه ابن عمر رضي الله عنه، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن أو من ممن أبهمه بعده، لأن مثل هذه الأمور قد تكون فيها منقصة في حق هذا الرجل، والمراد من الإخبار إنما هو الإخبار عن الحكم، وقد يكون فيه غضاضة بذكر الرجل. وهذه مسألة مذكورة في كتب التاريخ، وقد استفتي فيها بعض المتأخرين من المؤرخين كابن حجر العسقلاني والعيني، هم 4 استفتوا، وأظن إن لم أكو واحد من البقاعي، هي طبعت قديما رسالة في الاستفتاء فيما يذكره المؤرخون من مثالب للأوائل، كأن ينقل في الأخبار أن فلان كان بخيلا، أو أن فلان كان شحيحا، أو كان مثلا غضوبا، أو غير ذلك من الأوصاف، هل هذا من الغيبة المنهي عنها والمذمومة أم لا؟ وعلى العموم اتفق الثلاثة جميعا أو هؤلاء جميعا على أنه الأولى المنع منها، وهذا الذي فعله ابن عمر حينما أبهم هذا الرجل. وعلم المبهمات علم معروف جدا، يعني ألف في عدد من أهل العلم، من أول من ألف فيه الخطيب البغدادي: من أبهم في الحديث ثم بين اسمه في محل آخر، وكذلك محمد بن طاهر القيسراني وابن بشكوال، وكل هؤلاء الثلاثة كتبهم مطبوعة. قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، أي إذا رأى امرأته قد وقعت في فاحشة كيف يصنع؟ قوله وجد أي رأى بعينيه واطلع، وليس أخبر، وفرق بين الأمرين. قال: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. يعني إن تكلم بما رأى فإنه سيتكلم بأمر عظيم فيه ضرر بالمرأة وبنفسه، فأما بنفسه فإنه يكون قاذفا لها، وبالمرأة بالوقيعة في عرضها، ويتعدى ذلك لأبنائه منها، ويتعدى كذلك هذا إلى ذويه وذويها. هذا إن تكلم. قال: وإن سكت سكت على مثل ذلك. فكون الرجل يرى الفاحشة في أهله ثم يسكت، فإن النفوس الأبية تأبى ذلك كمال الإباء، وترى ذلك من أشد ما يقع على النفس، ولا يرضاه أحد من ذلك، ولذلك قال: سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. قال: فلم يجبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمور: إما لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه أنزل الله عز وجل بعد ذلك آيات النور، أو الآيات التي في سورة النور. ويحتمل أنه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المسألة لم تكن قد وقعت، فإنه قد تتابعت الآثار عن أهل العلم في النهي عن السؤال عما لم يقع، ولذلك قالوا إن الفقيه يجب عليه إذا سئل عن مسألة لم تقع ألا يتكلم فيها، لأن المرء إذا تكلم فيما لم يقع ربما كان تصوره ناقصا، فحينئذ يثبت حكما يقلده فيه غيره، فيكون هذا الحكم غير مستقيم ولا مستتم، ويترتب على ذلك إضرار بالناس. وهذا واضح، فإن بعض أهل العلم ومنهم ما نقل عن
مالك وعن أحمد وغيره أنه كان يفتي في مسألة بفتيا، فلما وقعت له وعرفها تغير رأيه فيها. الأمر الثاني أن كثرة المسائل وفرضها يكون من تشقيق المسائل ومن غير المقصود، فإن المقصود الانشغال بالكليات وأهم المسائل، وعدم الانشغال بالجزئيات فإنها تضيع العمر ولا فائدة منه، ويكون سببا للاختلاف بين الناس. وطبعا أطال ابن القيم في إعلام موقعين الفائدة الإحالة هناك لقضية أن ما الفائدة في نهي السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في نهيهم عن السؤال عما لم يقع. ويحتمل أنه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتمالا ثالثا، لأجل أن هذا الأمر خطير وليس من المناسب الإجابة في المكان العام، وذلك فإن المفتي لا يجيب عن كل شيء، لأن الإجابة في بعض المواضع ضرر، كما قال الشعبي لما حدث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أجاب عن كل ما سأل ما عن من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. قال: ليتنا حدثنا بذلك منذ مدة. فإن الإنسان يتوقف في مسائل ويسكت في مسائل أخرى لمصلحة مترتبة عليها، وإنما قال الشعبي أجل المعنى الثاني. قال: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني وقد وقع لي. يحتمل أن هذا من باب التأكيد، يعني أنني قد وقع لي قبل وسألتك فلم تجبني، فمن باب التأكيد قال: لقد وقع لي، أي قبل السؤال الأول. ويحتمل أن هذا قوله قد ابتليت به أي بعد سؤالي، فيكون هذا من باب أن الشخص قد يسأل المسألة فتقع بعد ذلك بسبب مسألته. ومن الأشياء المشهورة والأمثلة التي روي فيها بعض أثار ولا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم البتة، أن البلاء موكل بالمنطق. قال: فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. قال: فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وخوفه، وسيأتي إن شاء الله حديث للوعظ، وذكره الله جل وعلا وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. المراد بعذاب الدنيا أي في حق الزوج، لأن الزوج إذا لم يلاعن زوجته فإنه يقام عليه حد القذف، فهنا في حقه هو عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا في حقها أنه يقام عليها حد الزنا، هي يقام عليها حد الزنا لأجل نكولها، إذا نكرت أقيم عليها حد الزنا. فوعظها كذلك فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: أولا مشروعية اللعان، واللعان في كتاب الله عز وجل، واللعان إنما يصار له إما بطلب من الزوج وإما بطلب من الزوجة. فمتى يصار إليه بطلب الزوجة؟ يصار إليه بطلب الزوجة إذا قذف الزوج زوجته، يجب أن يكون قد قذفها بالزنا، فإذا قذفها بالزنا فإنها ترفع للقاضي بطلب إثبات الحد، بإثبات الزنا، أو أن يقام الحد على الزوج وهو جلد 80 جلدة على ظهره، أو أن يكون اللعان. طبعا هو الذي يختار اللعان الزوج، فترفع الدعوى، تتحرك الدعوى الزوجة، مثل ما قلنا في الإيلة، الإيلة لا يطلق القاضي إلا بطلب الزوجة، فكذلك هنا اللعان لا يلاعن القاضي إلا بطلب الزوجة، لابد أن تطلب. فيأتي القاضي إلى الزوج فيقول: إما أن تثبت أن امرأتك هذه قد وقعت في الزنا، ويكون الإثبات بأن يأتي 4 شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لابد أن تأتي 4 شهداء، وسيأتي إن شاء الله كيف شهادة هؤلاء 4. فإن لم يأتي بهؤلاء 4 فالزوج مخير بين أمرين: إما أن يقام عليه الحد 80 جلدة في ظهره وهو حد القذف، أو أن يلاعن زوجته. إذن الذي اختار الحد، إذن اختار اللعان هو الزوج، ولكن الذي
حرك الدعوة وطلبها ابتداء هي الزوجة. الزوجة لا تطالب باللعان، وإنما تطالب بحد القذف. هذه الصورة الأولى في اللعان. الصورة الثانية يكون اللعان بطلب من الزوج، وذلك إذا كان هناك ولد وأراد الزوج أن ينفي هذا الولد. فإذا أراد الزوج نفي الولد فإنه يرفع للقاضي مباشرة بطلب نفي الولد، ولا يكون نفي للولد إلا بلعان، لابد أن يكون بلعان. سنتكلم إن شاء الله متى يصح شرط نفي الولد بعد حديثين أو ثلاثة. إذا اختل أحد هذه الأوصاف فلا لعان. فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ترفع للقاضي بطلب إقامة حد القذف عليه، فإنه حينئذ أو أسقطت حقها على القول بأن حق القذف حق متمحض للآدمي وليس حقا مشتركا، فإنه حينئذ لا لعان. ولو أن الزوج رفع للقاضي يطالب باللعان من غير نفي ولد ومن غير طلب من الزوجة، فإن القاضي لا يكون هناك، لا يجعل اللعان بينهما. هذه المسألة الأولى عرفنا فيها موجب اللعان. المسألة الثانية معنا، وهي قضية ما هي صفة اللعان. اللعان له صفات، بعضها أو أشياء، بعضها أركان وشروط في اللعان ليصح، وبعضها مندوبات فيه. فأما هذه الأمور، أول هذه الأمور فإنه لا بد أن يكون بحكم حاكم ولا يلزم حضور الزوجة، فقد تكون الزوجة في غرفة والزوج في غرفة، أو في دار وهو في دار، لا يلزم حضورهما في مجلس واحد، وإنما لا بد من حضور الحاكم، لأن الذي لاعن بينهما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك لعان في غير محضر حاكم، لأنها مبنية على إقامة حد وهو القذف، أو مبنية على نفي ولد وهي خصومة، وهذان الأمران هما من خصائص الإمام، والاعتداء عليها افتيات على الإمام وهو مبطل لها. فلا بد أن يكون اللعان عند حاكم، لأن الحدود وكل ما كان فيه خصومات فصل بين خصومات من خصائص الحاكم أو القاضي. هذا الشرط الأول والأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يبدأ الزوج بالكلام موافقة لكلام الله جل وعلا، وكما أمر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلو بدأت المرأة باللعان قبل الزوج لم يصح اللعان، ولم يترتب عليه أي أثر من آثاره، فلا بد أن يبدأ الزوج قبل ذلك. الأمر الثالث، لا بد أن يأتي الزوج بأربع مرات بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بالله أن فلانة ويسميها، أو أن يشير إليها، ولا بد أن يأتي بلفظ الشهادة أشهد بالله أن فلانة أني صادق فيما رميتها به من الزنا، أو أن فلانة زانية. لابد أن يعني يأتي بلفظ الشهادة بالله جل وعلا، وأن ينص على ما رماها به من الزنا صراحة. الأمر الرابع أو الخامس لا أعلم، هو أنه لابد أن يأتي بعد ذلك بالخامسة، وأن يأتي بلعنة الله عليه، ولا يجوز أن يبدلها بغيره. ثم بعد ذلك تقول المرأة أربع شهادات بالله، إن فلان كاذب فيما رماني به من الزنا، ثم تأتي بالخامسة أن غضب الله عليها إن كان فلان صادق فيما رماني به من الزنا، ولا بد أن يكون صريح، فتقول فيما رماني به من الزنا، لكي لا تتأول المرأة فتقول فيما رماني به، فيكون قد رماها بشيء آخر غير الزنا. الفقهاء رحمه الله تعالى أكدوا على هذا، فقالوا إن اللعان لا بد أن يكون بلفظ الشهادة، ولا بد بلفظ اللعن وبلفظ الغضب، ولا يجزئ غيرهما عنهما. حتى لو قال أقسم بالله ما يجزئ، لا بد أن يقول أشهد بالله. الأمر الثاني أنهم قالوا لا بد أن يكون باللغة العربية ممن يحسنها، ولا يصح لعان بغير العربية مطلقا إلا ممن كان عاجزا، لأن الشيء إذا ضاق اتسع. هذا ما يتعلق في واجباته. أما في مندوباته فهي التي أشار لها هنا في قوله فوعظها، فإن السنة أن يعظ القاضي الزوج والزوجة معا، ومما يعظه به أن يذكره بعذاب الله جل وعلا، وأن يذكره بأن مثل هذه الأمور ضررها وخطرها عظيم عنده سبحانه وتعالى. وقبل أن ننتقل للحديث الثاني،
عندنا هنا مسألة، هل يجوز للقاضي إذا كان هناك لعان لأجل نفي ولد أن يمتنع من اللعان ولا يثبته إذا دلت القرائن على كذب دعوى الزوج؟ هذه مسألة قد نؤجلها حديثين لمناسبة أن تكون هناك. نعم، أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين أي الزوج والزوجة: حسابكما على الله، هذا من باب التخويف بعد انقضاء، أحدكما كاذب، يعني أحدكما كاذب والآخر صادق قطعا، لأنه إما أن تكون المرأة زانية أو ليست بزانية. ثم قال: لا سبيل لك عليها. قوله لا سبيل لك عليها هذا يدل على الديمومة، وهذا يفيدنا على أن اللعان إذا وقع فإن المرأة تحرم على الزوج تحريما أبديا، تحرم مطلقا، سواء تزوج زوجا آخر أو لم تتزوج، سواء أكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها، كأن تكون المرأة غير مدخول بها مثلا فأكذبت نفسها فأقيم عليها حد يعني حد غير المحصنة، لأن لا بد من الدخول لإثبات الإحصان في الزنا، فأقيم عليها الحد 100 جلدة وتغريب عام، ثم بعد ذلك أرادت أن ترجع لزوجها، فنقول في الجميع أنه تحرم عليه على سبيل التأبيد، أكذب نفسه هو أو أكذبت نفسها هي مطلقة. نعم، هناك رواية أخرى في المذهب مال لها ابن اللحام في تجريد العناية، ورجحها بعض المتأخرين مثل يوسف بن عبد الهادي أنه إذا أكذب نفسه وأقيم عليه الحد جاز له أن يرجع لها، ولكن هذه ظواهر النصوص على خلافها. ثم قال: يا رسول الله، مالي؟ أي المال الذي بذلته لها وهو المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يقول: إن كنت قد صدقت وهي زانية حقيقة فهذا في مقابل الوطء الذي وطأتها إياه بما استحللت من فرجها. وهذه الجملة تفيدنا مسألة، وهو أن النكاح لا يفسد ولا يفسخ بالزنا، وإنما يفسخ باللعان. إذا زنت جاز له أن يفسخه باللعان أو أن يطلقه ابتداء، وهذا هو الأكرم له والأفضل أن لا يلاعن. فالزنا لا يفسخ النكاح، لكن يجوز للرجل، أذن في الشرع، إذا رأى من امرأته هذا الأمر يجوز له أن يعضلها لتفتدي منه. إذن الرجل إذا رأى امرأته قد وقعت في الزنا يجوز له 3 طرق في الفرقة، أكرمها وأفضلها وأتمها أن هذا الرجل يفارقها بإكرام من غير، يعني يطلق تطليقا عاديا، ثم يريه في ذلك يجوز له أن يعضلها بأن يشد عليها وأن لا يعطيها قسمها وأن لا يعطيها نفقتها ويشد عليها لكي تفتدي منه بأن ترد له مهره فيكون خلعا. ونحن نقول إن الرجل لا يجوز له أن يعضل زوجته أو أن يأمرها بالخلع إلا إذا كانت قد وقعت في الزنا، وهذا من حق له لأجل ماله، وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يقذفها ثم بعد قذفه إياها يلاعنها إن طلبت هي ذلك. إذن هناك الفرقة بسبب الزنا لها 3 صور ب3 درجات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو الذي رماها به. متفق عليه. نعم، وفي حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني انظروا إليها، فإن جاءت به أبيض أي بشرته بيضاء سبطا. السبط جاء في قصة عيسى بن مريم أنه كان سبط الشعر أي مسترسل الشعر، يعني يكون شعره ناعم. وقال بعض الناس لا، ليس المراد، أو بعض الشراح ذكروا أنه ليس المراد بالسبط هنا الشعر الناعم، قال لأن الأطفال يولدون جميعا وشعورهم واحدة قليلة جدا فلا يكون كذلك، وإنما المراد سبط الخلقة أي أن خلقته جميلة مكتملة. قال: فهو لزوجها، وإن جاء به أكحل أي عينه يعني كمن وضع فيها الكحل فيكون سواد رموشه كثيرا، جعدا
أي أن شعره أجعد، وعلى رأي بعض الشراح فإنه أي جعد الخلقة، يعني غير مستوى الخلقة، يعني بعض أجزاء يعني من حيث الجمال والنظرة. قال: وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. طبعا جاء في بعض طرق هذا الحديث أنها رؤيت على الوصف السيء، رؤيت على الوصف السيء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه إذا لاعنت المرأة من زوجها فقد انتفى الحد عنها، وانتفى الحد عنه ولو ثبت خلاف ذلك، إلا إذا أكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها. يعني المرأة إذا لاعنت ثم بان أن هذا الولد ولد زنا، كما جاء في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قافة، ومع ذلك لم يقم عليها الحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أيمان سبقت لكان لي ولها شأن، فلم يقم عليها الحد، فدل على أن حد الزنا يسقط باللعن عليها، وكذلك حد القذف على الزوج يسقط، ولا يقام عليهما حد القذف على الزوج والزنا على الزوجة إلا إذا أكذبا أنفسهما، إذا أكذبا أنفسهما أقيم عليهما الحد. المسألة الثانية أن، وهذه مسألة أريد أن تنتبه لها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس قافة عليه الصلاة والسلام، وهو في قافته أصدق وأدق من أي قافة، بل إنه أصدق وأدق لأنه بوحي من الله عز وجل من تحليل الحمض النووي هذا المشهور الذي يسمى بالدي إن إيه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الولد على الوصف السيء لم ينسب الولد هذا لذلك الرجل. وهذا يدلنا على قاعدة حكي الإجماع عليها، وهي أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بمن كان بسببه، أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه لمن كان بسببه ولو استلحقه، وقد حكي الإجماع على هذه المسألة. وخالف في هذه المسألة إسحاق بن راهوية، ونقل عن بعض السلف أنهم خالفوا فيها، وجاء عن الشيخ تقي الدين قولا، فنقل البعلي في الاختيارات أنه يرى رأي إسحاق، والذي نص عليه الشيخ تقي الدين في الفتاوى في موضعين نصا صريحا يرى رأي الجمهور، وهو أن ولد الزنا لا يستلحق ولو استلحقه، ولو جاءت قرائن تدل على أنه ابن لهذا الرجل لا يستلحق مطلقا. إذن عندنا مسألتان، انتبه معي، أن الرجل أي رجل في الدنيا هو ابن ثلاثة: معلوم النسب ومقطوع النسب ومجهول النسب. فمعلوم النسب من عرف أبوه، فكل من عرف أبوه فهو معلوم النسب، هذا أي شخص في الدنيا يستلحقه ما يجوز لأنه عرف أبوه، انتهينا منه. النوع الثاني مجهول النسب، ومجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه، لا يعرف سبب الولادة، ولا يعرف يعني لا يعرف سبب الولادة، ولا يعرف والده، يعني لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، نعم لا يعرف والده ولا يعرف سبب الولادة، كأن يكون هناك رمي ولد في الطريق، فهذا يسمى مقطوع النسب، وجد في بحر، وجد في مسجد، هذا مقطوع نسب ليس مجهول، عفوا هذا مجهول النسب ليس مقطوع النسب، مجهول النسب لا يعرف، مجهول لا نعرفه، هذا يجوز استلحاقه بشرط أن لا يوجد في العرف والعقل ما يمنع من ذلك. في العقل ما يجي ولد أبو 20 ويستلحق واحد ابن 19 أو 18، فلا بد أن يكون بينهما على أقل تقدير 10 سنوات، لأن أقل سن يطأ فيه الرجل 10 سنوات كما مر معنا في أكثر من موضوع. والأمر الثاني العادة كان يكون مشرقي ومغربي، أو أن يكون إمكان الحمل، وهكذا أسباب كثيرة جدا في العادة. النوع الثالث ما يسمى بمقطوع النسب، ومقطوع النسب له صور، منها ولد الملاعنة الذي نفي في النسب، ولد الملاعنة الذي نفي في النسب. الأمر الثاني ولد المرأة غير المزوجة من زنا، إذا ولدت امرأة يعني وهي غير ذات زوج من زنا. الصورة الثالثة إذا تزوجت امرأة فولدت لأقل من 6 أشهر، أو فارقت زوجها فولدت لأكثر من 4 سنين،
فإن هذا الولد لا ينسب لهذا الزوج، طبعا إلا في رواية رجحها أبو الخطاب وهو رأيه. الصورة الخامسة، إذا تحملت المرأة ماء، وهذه وإن كانت قليلة في الزمان الأول لكن حكى الإجماع عليها ابن أبي عمر في الشرح الكبير، إلا أنها الآن كثيرة جدا، فإن هناك البنوك المتخصصة في هذه الحيوانات تأتي المرأة فتختار صورة الرجل الذي تريده، ثم تريد التلقيح من هذا الرجل، ثم بعد ذلك إذا أراد هذا الرجل أن يستلحق هذا الولد فهل يستلحق منه؟ نقول بإجماع لا يستلحق، لأن السبب ملغي شرع وللعاهل الحجر، ما دام التغى السبب الشرعي فإنه لا يصح الاستلحاق، حكي إجماعا. لكن ذكرت الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين ثابتة عن إسحاق، ولكن الشيخ تقي الدين نقلت عنه ونقل عنه تصريح، والظاهر هو التصريح، فإنه يرى رأي جماهير أهل العلم الذي حكي الإجماع فيه. طبعا دليلنا هنا يعني أن سلم لم ينظر لهذه القرائن بدون استلحاق. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث فيه هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة، أي قبل أن يتكلم بالخامسة، وهذا فيه أنه يسن قبل أن يتكلم الرجل أو المرأة باللعن والغضب الخامس، وهي اللعنة الخامسة، أن يوقف بعد الربع قف، ثم إذا أوقف يبين له أن هذه الخامسة هي الموجبة، موجبة لعذاب الله عز وجل والموجبة لعقوبته سبحانه وتعالى، وأنه مهما كانت عقوبة الدنيا فإنها أهون وأيسر عند الله جل وعلا من عقوبة الآخرة. إذن فيوقف زمانا ويذكر الله عز وجل، ولذلك فإن مهابة المقام تجعل الشخص قد يتراجع في ذلك المقام. هذا هو مشهور مذهب أنها مستحبة، لكن نقلت رواية في المذهب ذكر الزركشي الشمس الزركشي أن ظاهر كلام الخراقي أنها واجبة. لماذا قالوا ظاهر كلام الخراقي؟ يعني شوف، الخراقي بالذات يهتمون بكلامه بظاهره، لأنهم يقولون الأصل أن كل لفظة في مختصر الخراقي هي كلام الإمام أحمد، مثل المزني في مختصره الأصل أن كل كلمة جاء بها هي كلام الإمام الشافعي، ومثل ابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير وهو مطبوعان الأصل فيهما أن كل كلمة أوردها هي كلام مالك، إلا حروفا معدودة تتبعها أبو بكر عبد العزيز في رسالة مطبوعة، وأبو عبد الله بن حامد في رسالة في آخر كتابه التهذيب، قالوا إن الخراقي وافق أو خالف نص أحمد فيها، فذلك يعنون بظاهر كلام الخراقي فيقول إنه رواية في مذهب أحمد وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك دائما يعنون بظاهر كلام الخراقي بالخصوص ظاهر كلامه. طيب، طبعا هذا قال الشيخ أن رجاله ثقات، وكذلك ابن عبد الهادي قال إنه لا بأس بإسناده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذه اللفظة حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين حقيقة فيها من الإشكالات الشيء الكثير، ففيه أنه قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال ذلك الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني أنا، فطلقها ذلك الرجل ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جملة معنا في قوله فطلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، هذه فيها أمور. الأمر الأول، هل يصح إسنادها أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه اللفظة، يعني هذه من كلام الشيخ، أن هذه اللفظة في قوله فطلقها ثلاثا هي لفظة مالك، وأما لفظة إبراهيم بن سعد فإنه قال ففارقها ولم يقل فطلقها ثلاثا، وأما ابن إسحاق فأنه قال هي طلقة بائنة، أي أن الرجل تلفظ بالطلاق، فكانت شبيهة بلفظة مالك لكنه قال هي طلقة بائنة ولم يأتي بلفظ الثلاث. وأما ابن أبي ذئب والأوزاعي وعقيل وغيرهم فيقولون إنه مثل رواية إبراهيم السعد أنه فارقها، ففارقها، وفي بعضها ثم فارقها،
إذن أغلب الرواة رووا هذا الحديث بلفظ فارقها، وبعضهم قال هي طلقة بائن، وبعضهم قال هي طلاق بالثلاث. وينبني على ذلك أن الصواب في لفظها بناء على أكثر الرواة أنه فارقها ولم يقل طلقها، هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول إن ثبتت هذه الرواية فإنها رواية بالمعنى، فيكون الراوي رواها بالمعنى فقصده بالطلاق أي الفرقة، وقصده بالثلاث أي البينونة الكبرى المحرمة تحريما كليا، فتكون من باب اجتهاد الراوي في التفسير. هذه الجملة قوله فطلقها ثلاثا أخذ منها أحكام، لضيق الوقت نأخذ حكمين. الحكم الأول هو المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مسألة هل يجوز إيقاع الثلاث أم لا. استدل بها العلامة أبو محمد بن قدامة الموفق عليه رحمة الله بأنه يجوز إيقاع الثلاث، قال لأنها بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فطلقها ثلاثا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفها، فدل على أن الثلاثة تقع واحدة، عفوا أن الثلاثة تقع ثلاثا، أن الثلاثة تقع ثلاثا. طبعا الإجابة عنها سهلة، بأن في بعض الألفاظ فطلقها بائنا فيكون بلفظ البينونة، أو أنها ثلاثا أي أنها الثالثة، أو أن هذا اللفظ لا تصح وإنما هي رواية بالمعنى. المسألة الثانية استدل بقوله فطلقها ثلاثا، ظاهر المذهب أو هذه الجملة أو هذا المعنى استدل بها على أن الزوج الملاعن إذا طلق زوجته الملاعنة قبل تفريق الحاكم، شوف قبل تفريق الحاكم، أن الطلاق يقع، لأنها مفرقة بتفريق الحاكم بينونة كبرى، فيكون اجتمعت عليها فرقتان طلاق وبينونة، وهذا من باب إعمال اللفظ، من باب إعمال اللفظ. وأما على الرواية الثانية فيقول إن هذا الطلاق إن صحت لفظة فطلقها ثلاثا أن هذا لا فائدة منه، لأن الفرقة حقيقة بتفريق الحاكم، وهي فرقة أقوى من الطلاق الثلاث، فتدخل الصغرى في الكبرى، فكأنه قالها من باب يعني طيب الخاطر، هذا الرجل من طيب خاطره يقول خلاص ما لي خاطر في المرأة مطلقا، فظن أن الطلاق الثالثة أو الثلاث أو البتة تحرمها أشد التحريم، ما علم أن تفريق الحاكم أقوى باللعان. المسألة الأخيرة في قوله قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أنه لا يصح فرقة في اللعان بدون حكم حاكم، فلا بد أن يكون بحكم الحاكم. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. نعم. هذا حديث، حديث ابن عباس له طرق كثيرة متعددة. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف جميع طرق هذا الحديث، فقد كان الإمام أحمد يقول إن هذا الحديث لا يصح مطلقا، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومثله النسائي أحمد بن شعيب، فإنه كان يرى أن هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه، ولم ينقل تصحيح هذا الحديث إلا عن متأخرين، وأما متقدم أهل العلم فلم ينقل عنهم يعني أنه صححه، مما صححه الحافظ هنا أو وثق رجاله وغيرهم، وأما متقدم أهل العلم فإنهم لا يصححونه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث لا تقوم به الحجة لتضعيف الأئمة له من جهة، ولكونه معارضا للكتاب والسنة، فأما معارضته للكتاب فإن الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعندنا قاعدة أن الابتداء كالاستدامة، أو أن الاستدامة كالابتداء، فكما لا يجوز زواج الزانية ابتداء فيحرم استدامة عقد نكاحها إذا ثبت ذلك عند الزوج، إلا أن يكون ذلك من باب العضل، يعضلها ليأخذ حقها، لكن لا يجوز له أن يطأها إذا ثبت زناه عندها، إذا ثبت زناها عنده. ولذلك يعني هذا الحديث يعني هو معارض وفيه كلام لأهل العلم، وإعلاله يحتاج إلى كلام، لأنه طرق كثيرة جدا. نمر على هذا الحديث ثم نذكر كيف وجهه أهل العلم وبما استدل به. قال هذا الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، قوله لا ترد يد لامس قد يظن بعض الناس أن معنى قوله لا ترد يد لامس أي بالزنا،
وهذا المعنى خطير جدا. فلو قلنا بذلك لقلنا إنها لا ترد يد لامس معناه أنها زانية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على زناه، على عقد النكاح مع زناها، وهذا خطير جدا يخالف النصوص وهو واضح. ولذلك أنكر إمها ذلك، أنكر إمة صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم وجه هذا توجيه، فبعضهم يقول إن قولها لا ترد يد لامس أي لكونها تطلب المال، فأي لام يعني دائما تطلب من الناس المال، فلا ترد يد لامس، فكنا بطلبها المال باللامس. ولكن هذا يقول بعيد في اللغة. وأقوى منه بعض الشيء أن يكون قصده لا ترد يد لامس أي بالحديث، أي أن هذه المرأة تحب الحديث مع الرجال. ومعلوم أن الرجل يأنف أن امرأة تكلم الرجال كثيرا وتستبسط معهم في الحديث، فكأن هذا الرجل يقول إن امرأتي تحب الإناس مع الرجال والكلام. وأن ترى في الأسواق بعض النساء تدخل وتسولف مع راعي المحل وتبحث عن من يتكلم معها، بل ربما صاحب المحل يستحي من كثرة حديثها. وهذا أقوى وإن كانت اللغة ليست دالة عليه بقوة. المعنى الثالث هو الذي اختاره أو مال له الشيخ تقي الدين، أن معنى قولها لامس هنا أي لمس اليد وليس لمس الجماع، لأن اللمس يطلق على الجماع وعلى اليد، مر معنا في الطهارة أو لامستم النساء، وفي قراءة عشرية أو لمستم النساء، وقد يطلق أحدهما على الثاني. فيد لامس معنى اللمس، بمعنى أن هذه المرأة تتساهل في لمس الرجال لها. ولذلك المرأة كلما كانت أكمل عفة وأبعد عن الرجال نظرا ولمسا فإنه أكمل، كما روينا من حديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، مع أنه يجوز أحيانا أن تنظر للرجال أو ينظر إليها لمصلحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهكذا كذلك اللمس. ولذلك يقول أهل العلم ويقوله فقهاؤنا إن المرأة التي تتساهل في لمس الرجال لها يكره نكاحها ولكنه لا يحرم، مثل بعض النساء قد تكون وظيفتها فيها مس للرجال، مثل التي تقوم بالحجامة، تقوم بحجامة، هذه لا نقول يحرم نكاحها ولكن يكره، لكن يجوز والنكاح صحيح ابتداء ويجوز استدامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فارقها أو غربها أي أبعدها عنك وعن هذا الشيء، هو من باب الندب وترك الكراهة لا من باب الوجوب، وبذلك يتفق يعني نصوص الشرع ولا تختلف. قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها يعني أبعدها، جعلها مكانا بعيدا عنك. قال أخاف أن تتبعها نفسي، يعني يرغب بها والرجل يتعلق بها. قال فاستمتع بها يعني أبقيها عندك. قال وفي لفظ أنه قال طلقها، فقال لا أصبر عنها، فقال فأمسكها. إذن لابد من توجيه اللمس أو بكونه لا ترد يد لامس بأحد المعاني الثلاث التي سبقت. طبعا هنا مسألة بس عشان أؤكد عليها، وهي قضية أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة قد وقعت في الزنا حتى تتوب. وأطال العلماء في كيفية معرفة توبة المرأة، وذكر فقهاؤنا أن المرأة من علامة توبتها أن تراود، فإن امتنعت فقد تابت، وهذا واضح. وهذا واضح في بعض البلدان التي يكون فيها مثلا زواج من الكتابيات، أو يتساهلون في قضية المخادنة، فقد تترك المرأة الزنا لأجل رجل ليس تركا للزنا، فتقول تركته لأجلك، فيقول إن هذه المرأة صارت محصنة فيجوز زواجي منها. فنقول يعني امتحنها ممن أراد الزواج بها قبل عقد النكاح، فإن راودها عن نفسها فطاوعت فهي ليست بمحصنة، فليست بالمحصنة التي من محصنة الكتاب، لأن المحصن له أكثر من معنى في باب الزنا غير باب القذف غير باب النكاح للكتابية، فهي ليست بمحصنة لأنه راودها فلم يعني تمتنع. طبعا يقولون هذه إشارة فقط لضيق الوقت، يقول أظن أبو بكر بن العربي أو نسيت الآن، يقول إن أشكل آية في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن والذين يرمون أزواجهم بعد ذلك. يقول كيف يعني في هذه الآية قوله لا ينكح، إما أن يكون معناها لا يطأ، وإما أن يكون معناها لا يعقد،
فإن قلت لا يطأ ففيها اعتراض، وإن قلت لا ينكح وهو عقد النكاح ففيها اعتراض، ولكن لها توجيه يعني، لكن لعله يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصح ابن حبان. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما صححه ابن حبان فقد صححه أبو الحسن الدارقطني في العلل، فإنه لما أورد تفرد عبد الله بن يونس بهذا الحديث قال وهو صحيح، أي هذا الحديث صحيح. ولا شك أن الدارقطني من أعلم أهل زمانه رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 385 من الهجرة بالعلل، وكتابه العلل هذا من أنفس كتب العلل عليه رحمة الله، وإن كان صدق ما قيل أنه ألفه من ذهنه وهو يمشي فهذا يعتبر من عجائب الدنيا إن كان ذلك كذلك. هذا الحديث أن أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أو المتلاعنين يصح الوجهان، والتي في سورة النور: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. هذه جملة فيها أمران: قوله أدخلت أي نسبت لأحد ولدا ليس منهم بأن تكون قد واقعت زوجا أو تحملت ماء ونحو ذلك، ففي هذه الجملة حكمان: حكم الأول أن هذا من كبائر الذنوب وأخطرها عند الله عز وجل ولا شك في ذلك، وخصوصا أن هذا الذنب متعد ضرره. الأمر الثاني: هذه الجملة تدل على الحديث الآخر وهو قاعدة من القواعد الشرعية الأصلية أن الولد للفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت على قوم من ليس منهم، فهو في الأصل الولد ليس من هؤلاء القوم، ليس من ماء زوجها، ولكن الولد ينسب للفراش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ما معنى كون أن الولد للفراش؟ يعني أن المرأة إذا ولدت ولدا وكانت المرأة مزوجة وأمكن أن يكون هذا الولد من هذا الزوج، كيف يكون يمكن؟ أولا بأن يكون الزوج ممن يمكن وطؤه بأن يكون ابن عشر فأكثر. الأمر الثاني أن يكون هذا الولد بعد 6 أشهر من حين إمكان الوطء، من حين إمكان الوطء. الأمر الثالث أن لا يوجد مانع يمنع، كأن يكون مثل الغربي مع الشرقي اللي هو مانع العقلي. حينئذ إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإن هذا الولد ولو لم يكن من هذا الرجل فإنه ابنه، فإنه ابنه، وهذا صحيح. وقد تعرفون حديث عائشة في الصحيح: كان نكاح الجاهلية 4 أنواع في الجاهلية، فأبطلت كلها إلا النكاح الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم منه أو من نعم من من منه هو عليه الصلاة والسلام إلى آدم عليه السلام لم يعني يكن في نكاحهم إلا النكاح الشرعي المعروف. وأما الأنكحة الجاهلية الأخرى مثل أن المرأة تزني بجماعة ثم تختار من شاءت أو أن تنصب لواء وغير ذلك مما ذكرته عائشة والحديث الصحيح. فالمقصود من هذا أن الولد الفراش فينسب ولا يجوز نفيه إلا بالطريق الشرعي، وهو أن ينفيه أبوه كما سأذكر بعد قليل في الجملة الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الولد لزمعة، فإن زمعة كانت عنده جارية، وهذه الجارية قد واقعها أبو سعد بن أبي وقاص، فمات زمعة ومات أبو سعد رضي الله عنه، فاختصم الولدان عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في الولد، فقال سعد إن أبي قبل أن يموت قال لي إن هذه الجارية قد واقعتها وهذا الولد مني، وأما عبد بن زمعة رضي الله عنه فقال إن هذه الجارية كانت ملك أبي وهي فراش له، يعني استسرى بها وهي في ملكه ولم يزوجها لأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد فوجده يشبه سعدا، فقال بعد ذلك واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة، أي امتنعي من النظر إليه. فهو من حيث الحكم هو أخوها، ولكنه من باب الديانة تمتنع من النظر إليه وتحتجب منه لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر زوجه وأهل بيته من باب يعني الأمر الخاص.
فأثبت النسب مع وجود الشبه بالثاني. طبعا الحنفية ماذا يقولون؟ نكتة هنا، نكتة في ضبط الأحكام. الرسول قال هو لك عبد بن زمعة، قال الحنفية لا، الحديث ليس كذلك، وإنما الحديث هو لك عبد ابن زمعة، لكي يثبت أنه ليس أخا وإنما هو عبد، لأنه ولد من ماء سعد على فراش أمة، والولد يتبع أمه في الرق، فقال هو لك عبد ابن زمعة وأثبت النسبة. طيب الجملة الثانية في قوله وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، هذه فيها انفق مسائل. مسألة الأولى سهلة جدا، أنه يحرم وهو من أشد الحرمة أن ينفي الولد نسب ابنه منه إلا أن يكون عنده يقين مجزوم به، وما عدا ذلك فيحرم. هذا واحد، لأنه قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، وهذه خطيرة جدا جدا جدا. الأمر الثاني أن نفي الولد لا يصح إلا بعد الولادة، فلا يصح نفي الحمل، وهذا هو المذهب، لأنه قال وهو ينظر إليه، فلا بد أن يكون بعد الولادة. فالمرأة إذا كانت حاملا وقد اتهمها زوجها بالزنا وأن الولد ليس منها، يجب عليه أن ينتظر حتى تلد ثم ينفيه. وبنوا على ذلك أن الأب إذا مات قبل نفيه فإنه ينسب له، تترتب عليه عدد من الأحكام. نعم، طبعا هنا يتعلق بها مسألة أيضا مهمة جدا، أنه يجب على القاضي أن يعظ ويخوف في قضية النسب، وإذا تأكد القاضي بعدم صحة دعوى الزوج فإنه يصرف النظر عنها، وهذا جائز فقها. وبناء على ذلك فإن القاضي قبل أن يبدأ في قضية اللعان لنفي الولد، نحن عرفنا أن اللعان نوعان، إذا طلب الزوج بلعان لنفي الولد فإنه يعظه ويذكره بالله عز وجل، وكذلك يأتي ويحلل الحمض النووي لهذا الولد ولأبيه، فإن جاءت النتيجة موجبة بأن كان هذا الابن المراد نفيه هو ابن لهذا الأب، فإنه حينئذ ينفي النظر في الدعوة، يصرف النظر عن الدعوة ولا ينظر إليها، لأن القرائن دلت على خلاف ما قال هذا الزوج، وخاصة في هذا الزمان مع كثرة يعني بعض الأمراض وبعض العقاقير هذه المخدرات، تجعل الشخص يشك، مخدرات هذه تجعل الشخص يمرض مرضا نفسيا، فليس كل من طالب بدعوى يعطى إياها. سمي شيخنا لا، ما يقام عليه الحد لوجود الشبهة، ويحتمل أن يقام عليه القذف، قد يحتمل أن يقام عليه حد القذف. لا، هو شيخ، لا، بالنسبة لحد القذف يلاعن لأجل، هو يلاعنها لأجل الزنا، لكن لا يلاعنها لأجل الولد. نعم، يلاعنها، يكون لعان، يقام عليه حد القذف إلا أن يطالب هو باللعان لأجل الزنا فقط، ولكن لا يقال له لاعن لنفي الولد، احنا نقول اللعان له غرضان. فإن امتنع القاضي من النظر في قضية اللعان لنفي الولد يبقى حقه هو في اختيار اللعان لإثبات الزنا على زوجته لكي يدرى عنها الحد. ما نأخذ الحديثين فقط علشان ننهي الباب يرتاحون الأخوان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. المراد بالإقرار أي بعد الولادة، وأما الإقرار قبل الولادة فلا عبرة به لعدم وجود العين، مثل من أسقط حقا قبل تملكه إياها، لو قال رجل زوجتي طالق إن تزوجت فلانة ما يقع الطلاق في قول أكثر أهل العلم لعدم استحقاقه لها، لو قال في يعني إن كان علي دين فهو لك، وهكذا شيء قبل وجوده لا يثبت. وكذلك هنا قبل ولادة الولد إثباته للحمل لا عبرة به، بل العبرة من حين الولادة. قال من أقر بولده أي بعد ولادته طرفة عين فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وهذا من قول عمر رضي الله عنه هو بمثابة المرفوع، لأن مثل هذا القول من عمر رضي الله عنه لا يعرف له فيه مخالف، ونحن نعلم أن أعلى درجات أقوال الصحابة ما قاله الأربعة أو أحدهم
رضوان الله عليهم، فيكون في مثابة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المفهوم من خبره عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة أولى من غيرهم، خاصة الخلفاء الأربعة. أخذ فقهاؤنا من هذا الحديث أن من هنئ بولد فقبل التهنئة فإنه يكون إقرارا، فلا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك. ذكروا بعض من شدة الإقرار، لو قيل له مبروك الولد قال الله يبارك فيك، هذا يقول إقرار، بعد ذلك لا يصح له النفي. أو مضت مدة تدل دلائل الحال على الإقرار، مثل أن يعني يعطيها نفقة للولد أو هكذا، يعني دلائل الحالية تدل عليه، فحينئذ لا يصح له نفيه. لو جاء رجل وابنه ابن 10 سنوات قال أريد أن أنفي هذا الولد، لا ينتفي ولو باللعان، ما ينتفي، لا ينتفي إلا بعد الولادة، إلا أن يكون جاهلا مدة طويلة بهذا الولد حتى كبر، فحينئذ يجوز نفيه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه من الفقه يعني اختصارا مسائل. المسألة الأولى أن هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قرينة على أن هذا الولد ليس منه، يعرض فيه كما في رواية مسلم يعرض بأن ينفيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك بأن ذكر له أمرا يعني مقنعا، وهو: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: إنها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، أي من أصوله. قال: فلعل ابنك كذلك نزعه. إذن فالقاضي حينئذ يحرص على أن يصرف الزوج قدر استطاعته عن نفي الولد، اللعان نفي الولد يحرص على نفيه، أي القاضي يحرص على نفي اللعان. المسألة الثانية المهمة عندنا قوله قال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذه يؤخذ منها أنه يجوز للقاضي أن يصرف النظر في قضية اللعان لنفي الولد، يجوز ذلك إذا قامت عنده قرائن قوية تدل على ثبوت نسب هذا الولد لأبيه، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ويفعله الآن القضاة في المحاكم الأحوال الشخصية عندنا، أنه لا بد من الذهاب للأدلة الجنائية لتحليل الحمض النووي، فإن كانت النتيجة موجبة بأن كان الابن المراد نفيه ابنا صليبا لهذا الرجل فإنه يصرف النظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس ابنا له فإن القاضي يذكره ويخوفه ولا يعلمه بالنتيجة، فإن امتنع فالحمد لله لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، وإلا إن أصر وأبى فله الحق حينئذ أن يلاعن زوجته. بذلك نكون بحمد الله أنهينا كتاب اللعان، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمي شيخي في الحمل المذهب مشهور، مذهب ينتظر. لا، هو هذه المرأة لوعنت لأجل الزنا، هذا أصله، ثم لما نتج يقول يكون هناك لعان آخر، هذا كلامه. أو أنها ولدت، يحتمل أن تكون ولدت فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني كان اللعان بعد الولادة ونظر إليه بعد اللعان بأيام، لأن لما كبر ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندنا لعانان، لعان لأجل النفي ولأجل الحد. بالضبط. في شيء مشايخ؟ لكن بصيغة اللعان في نفي الولد، نفي الوعد، نعم يزيد، نعم في صيغة اللعان يزيد، وأن هذا الولد ليس ابني، لابد أن يرميها بالزنا ويرميها بنفي الولد معا. في حالات معينة ينتفي الولد من غير لعان، وهو إذا لم يمكن إلحاق النسب إليه ينتفي مباشرة من غير لعان، يعني تزوجها اليوم بكرة ولدت، هذا ما يحتاج لعان. الفقهاء يقولون بإجماع لا يلتحق به، إلا رواية عن أبي حنيفة لا توجد في كتب أبي حنيفة، وإنما نقلها الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتب أبي حنيفة المتأخرين الآن، قطع موجود عند الأوائل التي فقدت، فنقلها الموفق، نقلها وذكر الراوي عن أبي حنيفة، ليس من الرواة
المشهورين، لا زفار ولا يعني لؤلؤي ولا أبو يوسف ولا محمد. نقل عن أبي حنيفة أن المرأة إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، الجمهور قلنا لا ينتفي، لا ينسب للأب فينتفي وحده، قال يجوز أن ينسب للأب، عفوا ينسب للزوج إذا استلحقه وأقر عليها أبو الخطاب. هذا تصير متى؟ إذا رجل وقع امرأة في زنا ثم تزوجها فولدت لأقل من 6 أشهر. لكن الآن أحسن الله إليك، نفي الولد يلزم منه الزنا يعني؟ لا مو بلازم، قد يكون إنه عفوا يلزم منه أن يقذفها بالزنا نفي الولد، لكن إيه لازم لازم لازم. ولكن هم يقولون يا شيخ من علامات الزنا الحمل، جلد عثمان بالحمل بقرينة الحمل، وأما الشرب فلا يجلد إلا بالقيء دون الرائحة، الرائحة ما يجلد بها، يجلد بالقيء. لكن ما يكون بلعان نفي الولد الفرقة، نفي الولد؟ بلى. طيب إيه لا، أي لعان في نفي ولد فرقة؟ فرقة متى ينتفي من غير لعان؟ تزوج رجل امرأة ولدت على طول، هذا محتاج لعنها، هذا الولد أصلا لا ليس له، ما يسجل باسمه، ليس لك، لأنهم يقولون الجمهور إلا أبو حنيفة في الرواية وأبو الخطاب حتى لو قال هذا ابني ليس ابنك، مقطوع النسب، ليس مجهول، مقطوع النسب. ما فهمت، أخشى أنك فيك النوم يا شيخ، ما وضحت؟ لا إن شاء الله أنها وضحت، لكن شلون يبقى الزوج مع زوجته مع أنه نفى؟ طب من غير ملاعنة؟ طيب لا لا لا، إذا لعنها خلاص حرمت عليه، جابت ولد بعد 2 أسبوع من غير ملاعنة، خلاص الولد هذا ولد فلان ابن فلانة ابن فاطمة ابن رقية ابن زينب فلان ابن فلانة، ما ينسب له. إن وصل للقاضي الخبر يقيم عليها حد الزنا 100 جلدة إذا كانت غير يعني زنت وهي غير محصنة، بس ولدها ابنها هي ليس ابنه. بعض الناس عادي عنده، موجود يا شيخ، موجود يا شيخ، أنت قد لا تتصور أنك القضايا التي تعرفها في ذهنك محصورة. استلحاق لابد أن يكون الرجل الأب، غير الأب ما يستلحق، الأخ ابن العم ما أحد يستلحق، القاضي قد ينيط، هذه مسألة الإناطة شيء آخر، الأب هو الذي يستلحق فيقول هذا الابن ابني، بشرط أن يكون الابن مجهول النسب، لا مقطوع ولا معلوم، معلوم حرام، ما يجي يقول ولد فلان لا هذا ابني، حرام عليك ذلك الشيء ولا يصح. الأمر الثاني أن يمكن أن يكون ابنا له ديانة، يجب عليه أن يكون يعلم أنه ابنه ديانة. لا التبني غير يا شيخ، التبني يقول هو ليس ابني، هو ليس ابني ولكني سأنسبه لنفسي، لا هذا يقول ابني، أنا لي ابن ضايع، أنا لي ابن ضايع كنا في مكة مثلا وضاع، وهذا أنا أعرفه في شامه فوق عينه، أو مثلا ضاعوا في تسونامي حق أندونيسيا مثلا، قال هذا ابني أنا متأكد، أنتم ربينا غلط. سم أي شرط؟ لا لا، سعد نيابة عن أبيه قال وإن أبي، لو ما أبوه أوصاه ما 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 يستلحق، لو ما كان نيابة عن أبيه ثابت الوكيل، الوكالة ما تنقضي بالوفاة. طبعا هم يقول العقود الجائزة تنقضي بالوفاة، لكن الوكالة بالدعوة تبقى.
الحقوق عتبة اللي هو عتبة من ابن غير هذه القصة هذه لا هو استلحقه على أنه أخ سعد يريد هذا عتبة أن يكون أخا له يقول هذا أبوي هو اللي وصاني وقال لي أني وطأت أم هذا الولد بالزنا يقول وطأتها في الجاهلية بالزنا الرسول شوف خذ قاعدة في الرسول جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان عن عمر يليط النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الجاهلية لو رجل زنى بامرأة في الجاهلية قبل الإسلام وقال هو ابني نقول هو ابنك مدام في الجاهلية قبل الإسلام ومثله الآن لو أن جاءنا رجل أسلم وقال أنا والله معي امرأة زنيت بها عندي منها ثلاثة لو كان هو وإياها مسلمان لنقول إن لا يجوز استلحاق وليس ابن لك على قول عامة أهل العلم لكن نقول أنتم كنتم غير مسلمين فهذا الولد هو ابنك إذا استلحقته إذا قلت هو ابني خلاص روح سجله يكون ابنك مباشرة شرعا لأن الجاهلية تشمل ثلاثة أشياء أولا الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيها نص كان يريط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الجاهلية النوع الثاني الجاهلية الخاصة بالشخص قبل إسلامه هو وإياها فيستلحقان وهذا موجود كثير جدا الأسبوع الماضي مر علينا واحد نفس الشيء يعني يقول أسلم حديثا عند زوجته وعندهم منها بنت هي بنته لكن لو كان مسلمين البنت ليست بنت بنت زنا فيه ثالثة لو كان جاهلين ليست جاهلية جاهلين فهل يعذر بالجهل في هذه المسألة أم لا هذه يبدي الخلاف في قضية العذر بالجهل ومن أوسع المذاهب في العذر بالجهل اختيار شيخ الإسلام في الرواية الثانية حتى أنه يعذر في الواجبات ويعذر في ترك الشروط يعذر عذرا كبيرا جدا في الفروع عذر لا متناهي لا متناهي حتى في الواجبات ترك الواجبات يقول يعذر ترك الصلاة جاهلا يدري أنها واجبة سقطت ترك الصيام جاهلا يعني عندنا نساء كبيرات جدا في 60-70 تقول لما كنت صغيرة في البادية ما كنت تدري عن وجوب الصوم المذهب يجب أن تقضيه الآن تقضيه 10 سنين نقول له على الرواية الثانية لا يجب جاهلة بوجوب الصوم أو جاهلة بأن الحيض يفسد الصوم مع أن يقول المفسدات لا يعذر فيها بالجهل لا أرضى على نسب يعني قصدك هل يكره هم يقولون يكره أن تسترضع المرأة بغير إذن زوجها ويجوز للرجل أن يمنع المرأة إذا منعها حرم عليها ديانة لكن ما يعني لو قال لا ترضعي أحدا يجب عليها أن تمتثل صدق ولا كذب كذب ما شك خطير تدخل محارم يا شيخ فيها محارم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سم شيخي أنا تعبت جدا وعندي اتصال جاني لازم أطلع سم شيخي زوج قال لزوجته أعد لو سمحت قذف أنت زانية طيب إذا طلبت أول شيء إذا طلبت أمام القاضي قالت قذفني أطالب بقيام إقامة الحد عليه نأتي للزوج نقول تعال أول شيء أثبت أو الحد أو تلاعن اختر وحده إن أثبت الحمد لله ما أثبت نقول لك اللعان أو الحد في ظهرك لذلك نزل اللعان لدرء الحد القذف دري عن حد القذف صدقت لأن الآية الأولى في سورة النور عامة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فلم تستثني زوجها ثم جاءت التي بعدها في الاستثناء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم طيب أنا استأذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته